يتهرب كيف؟ تبدأ لينا هذه الزاوية بالقول ما يقال حول تهريب البنزين والجازولين وبيعه في السوق الأسود مجرد تبرير مضحك وشماعة جاهزة لتعليق الأخطاء. وتضيف الكاتبة: الوقود ليس ذهبا يمكن تهريبه تحت الملابس أو في الحقائب، فهو السلعة الوحيدة التي يسهل كشف تهريبها دون كثير عناء. وتذكر الكاتبة بأنه في فبراير الماضي طبقت وزارة النفط والغاز نظاما جديدا لمراقبة حركة ناقلات النفط لضمان استقرار الإمداد النفطي في جميع ولايات السودان. وأعلنت الوزارة في ذلك اليوم ما سمته حوسبة جميع محطات الخدمة لمراقبة حركة المشتقات النفطية. وتتابع الكاتبة: الخبر لم ينتهي عند هذا الحد، فوزير الدولة بالنفط سعد الدين البشرى تفقد مشروع حوسبة المحطات المتطور الذي يتيح رؤية جميع محطات الوقود في الولاية. وهذا النظام حسب المعلومات المتوفرة أنفقت عليه ملايين الدولارات، وهو نظام متطور للغاية لدرجة أنه يحسب منذ بدء إنتاج الوقود في المصفات حتى تغذية المسدس للعربة. وتتساءل الكاتبة بحيرة: إذا كان هذا النظام مطبقا فكيف يتسرب الوقود ولمصلحة من؟ وإن كان البرنامج معطلا فلماذا لا يتم إصلاحه؟ وتواصل الكاتبة: دعكم من نظام المراقبة والكاميرات، فالمستندات الورقية كافية لكشف التلاعب في حصص الوقود، فالسائقون يقودون التناكر والشاحنات المحملة بالوقود ويسلمونها إلى أفراد معروفين وليسوا مجهولي الهوية، وكل هذه التعاملات تتم بلا وسطاء أو سماسرة، فكيف يتم التهريب؟ وتختم لينا هذه الزاوية بالقول: يبدو أن هناك خللا واضحا يستوجب مراجعة ومعالجة وكذلك محاسبة، فهو شيء لا يصدق.